السلام عليكم خياتي، اليوم بديتكم معايا في جولة كنت درتها قبل ما نمرض. بديتكم معايا تحوسوا شوية، رحت للسوق قضيت شوية وقلت نصورها لكم تشوفوا جديد اللي راح في الأسواق. يعني ما شاء الله دخلت لهذا الحانوت، يعني عنده كل خير، وحانوت لتاع الزواولة يعني يخدم مع الزوالي، يعني ربي يبارك له في ماله وفي رزقه. يعني واش تحبيت تصيبي هنايا؟ صدقوني يعني الاواني كل انواع الاواني موجوده، من الفخار من البلاستيك من الزجاج، اي حاجه تحبيها تصيبيها عنده. يعني ما شاء الله هانوت كبير متواجد في سوق اللي هو سوق دبي تيزي وزو، يعني ما شاء الله هانوت يعني فيه كل خير ويساعد الناس، يعني تبارك الله ما شاء الله عنده حوايج شابين عجبوني بزاف. شريت عليه حاجات خفاف، راكم تعرفوا رمضان والعبد ينقص بالعقل، بروفيتي ونحو حوايج بلا عقل حتى نطمو. هنايا تشوفوا جولة في السوق، احنا عند صاحب بايع التوابل، يعني ثاني عنده ما شاء الله كل انواع التوابل اللي تحبيها تصيبيها، بالنسبه للكسكس للحم للسردين، يعني عنده كل شيء، راس الحم الابيض الاحمر. انا اول مره نسمع بانه في احمر وابيض، يعني ما شاء الله عنده جهه للتوابل وجهه للمكسرات وانواعها للشوكولا ايضا، يعني حاط بزاف حوايج يعني للحلويات عفوا والله راني مريضة رغم هذا اني حبيت ان نمنطي معكم. صدقوني يا البنات ولا رغم اني مريضة وكيكون نفرح كي نمنطي فيديو ونزله لكم، ان شاء الله تدعوا لي ربي يشفيني ويشفي كل مريض، كل واحد راه مريض. حبيت برك ان نشارك معكم بعض مشترياتي البسيطة عفوا والجولة هذه خفيفة درتها لكم باش نريح انا تاني، كي نحب كي نحط فيديو نرتاح. احنا كما راكم تشوفوا جزنا على بعض المحلات، جزنا على بعض المحلات، يعني سوق الزوالي انا نسميه، يعني ان شاء الله ربي يبعد عليهم من البلا ويعاونهم. ما كذبش عليك الانسان لما يكون يساعد خوه، يعني ما شاء الله يعيش هو ويعيش الناس معاه، وهذه سمة المسلم. المسلم هو اللي يساعد خوه اللي يعاونه في وقت شدة، ولا كاين حوانت حتى يقولوا لك دي وبعد خلصينا، يعني ما شاء الله الكونفيونس كاين، ثقة موجودة، ربي يبارك لهم ان شاء الله في رزقهم. هنا بائع هنا صولت هذو التيشورتات، او احنا نقول لهم تريكوات 30000 عفوا 50000، يعني ما شاء الله كل انواع كما راكم تشوفوا. عفوا خياتي والله راني نوطي رغم اني تعبانه، يعني ما شاء الله عنده حوايج هايلين ومناح للزوالي. هنا دخلت عند بائع لي طابي، يعني طابيات ما شاء الله. البنات ننصحكم بهذا النوع تاع الطابيات، هذا الاحمر يعني ما شاء الله للدوش للمطبخ لكل اماكن، يعني ما شاء الله ما يخسروش، ويشربوا الماء ما تخافوهمش يريحوا ولا يفتوا الخمله، يعني ما شاء الله. هذا قال لي 80000، انا عجبني ان شاء الله كي يطيحوا عندي نروح نجيب منهم، يعني ما شاء الله البنات ننصحكم بها. درت لكم جولة خفيفة فقط كي خرجت، يعني عنده حوايج ما شاء الله. البنات هنا رحت عند المواد الغذائية قضيت شوية، وبعض مشترياتي خياتي هذو هما مشترياتي البسيطة. أنا عجبوني صراحة تنشيت هذه، مليحة تحطي فيها ثلاث حاجات،
يعني ما شاء الله 10,000، هي من نوع بلاستيك. شفت هادو هما عفوا هادو الطيسان شفتهم مع 13 في الوحدة وزبونين ملعقة 2000. هذا الطاس عجبني الزيت زيتون قرعة عفوا زيت زيتون. شفت هادو المناشف البنات ننصحكم بهم، هادو المناديل ينشفوا بهم الماعن، تمسحوا بهم الزجاج، ما يخلوش لي طراس تاع القماش. ما شاء الله كاين في النوع الكبير 20,000 والنوع الصغير 13,000، يعني يمسحوا بطريقه هايله البنات، جربوهم ماشي خساره، وخشن كاليتي تاعهم هايل. وبالنسبه للاخت اللي سقساتني كيفاش نصور، راح نوري لك الاداه اللي نصور، الاداه البسيطه اللي نصور بها والطريقه اللي نصور بها. اختي ما خليتهاش في قلبك، هاي ليك. انا نصور بهذه الاداه البسيطه، شريتها ب 50,000، شريتها ب 50,000 اختي، تكسرت لي وراني دايرت لها غير سكوتش. هذه الاداه اللي نسقها في